بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار في باب مختصر في أحرف: مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. قال: روينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. سبق أن التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص، فالله تعالى منزه عن كل نقص، فهو جل جلاله كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. وسبحان هو مفعول مطلق، وأصل الجملة أسبح الله تسبيحا وسبحانا، وأسبحه تسبيحا مقرونا بحمده. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. الكلام ثلاثة أنواع: فكلام فيه ضرر، وكلام لا نفع فيه ولا ضرر، وكلام كله نفع. فضرر ونفع ولا نفع ولا ضرر. أما الضرر فقد حرمته الشريعة الإسلامية: الكذب فيه إضرار بين الناس، حرام. الغيبة، النميمة، السباب، الشتائم، هذه أنواع من الكلام حرمها الشرع لأنها تورث ضررا. الكلام الذي لا ضرر فيه ولا نفع يسمى اللغو. اللغو كلام لا ينفع ولا يضر. إذا قلت أو قلت لأحدكم: ماذا أكلت البارحة؟ وأخبرني: هذا الكلام لا نفع فيه ولا ضرر. هل حضرت مباراة الأمس؟ وأخبرني فأجابني: بنعم، هذا الكلام لا نفع فيه ولا ضرر. فهذا لغو، وقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون إلى الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. أما النوع الأكمل من الكلام فهو الكلام النافع، إما كلام تنفع فيه الآخرين، وإما كلام تدفع فيه نفسك. فذكر الله تعالى مما تنفع فيه نفسك. وأحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. من الكلام الذي تنفع فيه الآخرين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. سيدنا معاذ قال: يا رسول الله، إنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، لا كمان على الكلام الواحد حسب، يعني كلامه هو هيك يتكلم كلام. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، أو ينكب الناس على وجوههم في نار جهنم لا حصائد ألسنتهم؟ من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيدنا لقمان الحكيم قال له رجل أو ملك، قال افرح إن شئت وأتني بأخبث عضوين فيها. فذبح له شاة وجاءه بالقلب واللسان. بعد فترة قال اذبح لي شاة وأتني بأحسن عضوين فيها. فذبح له شاة وجاء بالقلب واللسان. قال كيف؟ في المرة الأولى القلب واللسان أخبر شيء، في المرة الثانية أحسن شيء. قال أيها الملك، إن هذين إذا صلحا صلح سائر الجسد، وإذا فسدا فسد سائر الجسد. لذلك إذا جعلت لسانك رطبا بذكر الله تعالى فإنك تحصل من هذا اللسان أعلى ما يحصله إنسانا، لأن أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا يغرك بأيهن بدأت. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الإسلام تخلية وتحلية، أمور تتخلى عنها وأمور تتحلى بها. الإسلام خلق وأفعال، أمور أمرك الله تعالى أن تتركها وأمور أمرك الله تعالى أن تفعلها. الطهور هو التخلي عن القاذورات ظاهرا وباطنا. أصل الطهور النظافة، والنظافة تكون حسا وتكون معنى. فأنت عندما تتوضأ هذا نوع من أنواع الطهور، عندما تغتسل نوع من أنواع الطهور، وهي الطهارة الحسية. في طهارة معنوية، مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند أحد زوجاته فذكر السيدة صفية بخير فغارت بطنتها. قالت: يا رسول الله، ما يعجبك من صفية؟ إنها قصيرة. وبالفعل ستنا صفية كانت قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته. هذا في نجاسة معنوية وفي إنتان معنوي. في مرات واحد رائحة الثوب يخرج منها رائحة مثل، في مرات كلمة يخرج منها رائحة مثل، في مرات فعل يخرج منه رائحة مثل. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأن العبد إذا كذب الكذبة تباعد عنه الملك مسيرة في جوفه. ليش تباعد عنه الملك؟ أنه رائحته مؤذية صار. من أين جاءت الرائحة المؤذية؟ من الكذب، جاءت من الغيبة. فالطهور شطر الإيمان، أن يتنظف المرء حسا ومعنا، وهو نصف هذا الدين، أن يتخلى حسن ومعنى عما يبعده عن الله تعالى، عن القاذورات. ونصف الدين الثاني هو أن يتحلى بأوامر هذا الدين ويأتمر بأوامره. والحمد لله تملأ الميزان، كلما قلت الحمد لله جعل الله تعالى منها، قال شراح الحديث، جعل الله تعالى منها جسما له وزن، فإذا وضع هذا الجسم في الميزان ملأ، لأنه يوم القيامة في وزن بالأعمال. هذا الوزن كيف توزن؟ يعني كلمة الحمد لله ما إلى ثقل، ما إلى كتلة. قال يصورها الله تعالى بأجسام الأعمال، فالأعمال الصالحات تتثاقل في كفة الحسنات، والأعمال السيئات تتثاقل في كفة السيئة. الآن الحمد لله تملأ الميزان، أنك راض عن قضاء الله تعالى وقدره تملأ الميزان، أنك تثني على الله تعالى بالجميل الاختياري تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. شكر راوي
قال ما بين السماوات والأرض. فيك تتخيل السماوات، فيك تتخيل هذه الأراضي. الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. قال وروينا فيه أيضا في مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني صلى الفجر وذكر الله وصلاة من الضحى ورأت الشمس ماشي بحال بشكل جيد، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه. الله يرضى عن أمهات المؤمنين، صلت الفجر وظلت قاعدة إلى طلوع الشمس إلى وقت الضحى، والآن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهي جالسة في نفس المجلس في المسجد، ومسجد المرأة في بيتها، يعني مكان سجودها في زاوية من زوايا الغرف. فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قديش هذا المخلوقات الله تعالى؟ سبحان الله عدد خلقه. في البحار يوجد أكثر من مليون نوع للأسماك، مو مليون سمكة، مليون نوع للأسماك. الطيور في السماء أشكال وألوان وأنواع، الأزهار، الحيوانات، الإنس، الجن، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه حتى يرضى، وزنة عرشه، وزن عرش الله تعالى، ومداد كلماته. الله عز وجل في نهاية سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني أبحر أخرى أبحر أخرى أبحر أخرى تمد هذا البحر ما انتهت كلمات ربي. فسبحان الله مداد كلماته. قال هذه الكلمات الأربع إذا قلتها ثلاث مرات يعدل كل فترة العبادة والذكر ما بين صلاة الفجر إلى أن تضحي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وروينا في كتاب الترمذي ولفظه ألا أعلمك كلمات تقولينها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. بمعنى أنك إذا جمعت بين هذه الكلمات الأربع وكررتها ثلاثا، أو فرقت بينها وكررتها ثلاثا، فالأمر سواء. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الذكر يا أخوان يملأ النفس طمأنينة، يملأ القلب راحة، يملأ الصدر انشراحا، يملأ النفس بركة. ومسكين من لا يذكر الله تعالى، لأن كل هذه الأجور المترتبة على الذكر يفتقدها. فأنت عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله أكبر، قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قال هذا كلام أحب الكلام إلى الله تعالى. فأنت تنال ثواب هذه الكلمة. هلا إذا كان هناك أزمة وضائقة في وضعك المعاشي، أزمة وضائقة في لا سمح الله في أهلك أو في أولادك، أزمة وضائقة في علاقاتك مع من حولك، يأتي الإسلام، يأتي الذكر ليخرجك من هذه الأمور الأرضية، ليجعلك تناجي ربك، ليجعل قلبك يلتفت إلى ربك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. لأنك إذا بقيت مع همك وبقيت مع غمك قتلك هذا الهم وقتلك هذا الغم. لكن إذا اشتغلت بالذكر أخرجك الذكر من هذه المنغصات الأرضية وجعلك تناجي الله، سواء في النهار وسواء في الليل. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. مين من أولاد سيدنا إسماعيل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولاد سيدنا إسماعيل. قال بعض من شرح هذا الحديث، قال إنهم لأنهم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس، فكان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رطام، يعني كانت له وزن أعمال إعتاق 10 رطام، كانت مكافئة لإعتاق 10 رطام، كانت له عدل 10 رطام، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، يعني حصنا يومه طيلة يوم يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: من قال في يوم 100 مرة ينال هذه الأجور العالية. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، أجور كبيرات لذكر الله تعالى، كلها أذكار. لذلك بعض العلماء قال: للذكر 100 فائدة، وراح يعد فيها ألف كتابا في هذه الفوائد. فلما وصل للفائدة 70 أو 73 كأنه سهى يعني عن إتمام 100. فلو جاء واحد منكم قرأ الكتاب وبحث عن تمام 100 وأتم ما كتبه هذا العالم، كتاب اسمه الوابل الصيد ورافع الكلم الطيب، يقول ابن القيم فيه: للذكر 100 فائدة. هذه من فوائد لها أنها تحط الخطايا عن الإنسان. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. العلماء لكن يا أخوان متفقون بأن الخطايا التي تحط العلاقة ما بينك وبين الله، أما الذنوب التي بينك وبين العباد فلا بد أن تستسمحهم، إذا في حقوق مالية لا بد أن تعود إليهم أو أن تستسمحهم، لكن ما بينك وبين الله يغفره الله تعالى لك بمثل هذه الأمور. نحن واحد يقول: طيب في واحد مقصر كثير وعامل من الأخطاء الله به عليم،
لا بس هيك إذا قال دول 100 مرة حطت عنهم خطايا، هكذا يقول الحديث النبوي الشيء. لأن الإسلام يا أخوان في فلسفته مع الذنب لا يريد للإنسان أن يبقيه الذنب أرضاً. الإسلام دين يريدك أن تقبل على الله مسرعاً، ما مضى مضى، يعني عبد أذنب أخطأ قصر في حقوقه مع رب العالمين، إذا بده يبقى يقول والله أنا إنسان مؤمن، أنا إنسان مالي جيد، أنا مو خرج أقعد مع الصالحين، أنا مو مناسب أن أقبل إقبال الصالحين، أنا خلاص مستحيل أن أكون من الأولياء، أنا مستحيل أن أكون من المقربين إلى الله عز وجل، ففوق ذنبه الشيطان يثبطه فيبقى جالسا مع الذنب، إنك خلاص أنا مأذنب وأذنب، خلاص كمل الشغل، كمل وخليه، شو بده يصير يصير. هلا واحد إذا ثوبه وقع عليه وسخ أول مرة وثاني مرة وخامس مرة وسابع مرة، هو أول مرة بيتحرس، ثاني مرة بيتحرس، ثالث مرة بيتحرك، بعدين بيقول لك خلص توسخ توسخ كمله كله. الإسلام لا يريدك أن تسبق أرضه. يا أخي مهما أخطأت فلسفته مع الذنب الإسلام خلاص إذا أذنب وأخطأت لا تبقى أرضاً، قم وأقبل إقبالاً جديداً على الله عز وجل وحسبك ما فاته. طيب ماذا من أجل الذنوب القديمة؟ من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كيف قديش رغبة البحر تطلع بالأموات؟ لو كانت ذنوبك هيك خلص الله يغفر، بس قم انطلق في الإقبال على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في طرف المدينة من دون أن يصل إلى الجماع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله تعالى لك. وأنزل الله تعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصحابة قالوا يا رسول الله هذه أله خاصة أو لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. إسلام يعني زلت قدمه وأخطأ الإنسان لا يبقى يعني جالسا يتفكر بذنبه ويراجع ذنبه ويولول على ذنبه، ما مضى مضى، الآن حسبك ما فاتك من بعدك عن الذنب، خلاص لا تلتفت، أقبل إقبالا جديدا ورب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبلوا على الله عز وجل إقبالا صاروا في رتب خير أمة أخرجت للناس، بعد أن كان أحدهم يعني في الجاهلية فعل وفعل، وحشي قتل حمزة عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي بكى بكاء شديدا، يعني عامل شغلة كبيرة، لكن وحشي رضي الله تعالى عنه صار من خيار الصحابة، خلاص أقبل إقبالا جديدا على الله عز وجل. وهو وحشي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا على من قتل وزنى وسرق، يعني عامل أشياء كبيرة في الجاهلية. فأنزل الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مو بس الله بيغفر لك، الله بيقلب لك يوم كلهم حسنات. سبحان الله سبحان الله، العبد يوم القيامة يأتي إلى الله عز وجل بيلاقي في درجات في أعمال عاليات عنده فيه، يقول شو ها نلي أنا موشي الوش ما لي مشتغل الرتب العالي، يقال هذه الذنوب بدلها الله تعالى لك بحسنات. يا أخوان جل جلال الله، جل جلال الله الرحمن، جل جلال الله الرحيم، لذلك أكثروا من التسبيح سبحان الله، منزه ربنا عن كل نقص، يريد أن يعطيك ويريد أن يكرمك ويريد أن يرفعك بالدنيا والآخرة، لكن الإنسان مسكين بتسلط الشيطان عليه وباتباع هوى نفسه
وبفتور همته يعني يخسر كثيرا من علاقته مع ربه. اجتهدوا يا أخوان في ذكر الله، اجتهدوا يا أخوان في القرب من الله، اجتهدوا في أن لا يخرج نفس ولا يدخل نفس إلا مع ذكر، اجتهدوا أن لا تمر عليكم لحظة إلا وأنتم تزدادون قربا من الله تعالى. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. بالكاد 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة، بالكاد بتلحق أعمالا صالحات وعلى رأسها ذكر الله تعالى تقربك إلى الله عز وجل درجات عالية. كل يوم أذن الله لك أن تحيا فيه، اليوم الله عز وجل أذن لك أن تحيا، معناته أذن لك أن تزداد قربا، ستصلي أكثر، ستذكر أكثر، ستأتمر بأمر الله أكثر، ستنضبط بشريعة الله، ستنشر دين الله أكثر، بالتالي أنت تزداد علما. خيركم تزداد قربا من الله تعالى. خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم أطل أعمارنا في طاعته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.